الفصل الثاني معوقات الاتصال معوقات الاتصال واثر هذه المعوقات على عمليه الاتصال التي تحدث داخل المنظمه معوقات الاتصال هي جميع المؤثرات التي تمنع عمليه الاتصال قد تمنعها بشكل كامل او قد تعطلها او قد تؤخر عمليه ارسالها أو استلامها، ما دام هناك في إرسال واستلام، إذا هي عملية تتعلق إما بالمرسل أو المستقبل، وأحيانا أيضا بقناة الاتصال. أحيانا يكون هناك تشويه أو تشويش، تشويه في المعاني أو تأثير في كمية المعلومات التي أرسلت، هنا تكون سببها عادة قناة الاتصال أو وسيلة الاتصال. بعبارة أخرى نقول أن معوقات الاتصال هي تلك العوائق التي يقلل من فاعليه الاتصال. لذلك لزياده فاعليه الاتصال يجب تقليل وتحجيم هذه المعوقات. طبعا المعوقات تحدث اثر عكسي. تحدث اثر عكسي. تعطل عمليه الاتصال وتمنع من تحقيق الهدف من عمليه الاتصال. فملاحظين انه ايش؟ معوقات الاتصال ترتبط بالفاعليه، كيف ترتبط بالفاعليه؟ المعوقات تحد من هذه الفاعليه، تقلل من الهدف، تحجم هذا الهدف، طبعا كل عمليه اتصال تهدف الى تحقيق غرض معين. المعوقات مختلفة يمكن هناك تقسيمات مختلفة كما ذكرنا قبل, قبل قليل، معوقات تتعلق بالمرسل معوقات تتعلق بالمستقبل او بقناه الاتصال هناك معوقات تنظيميه ايضا يمكن تقسيمها بالشكل التالي معوقات تنظيميه ترجع اساس الى عدم وجود هيكل تنظيمي يحدد بوضوح مراكز الاتصال وخطوط السلطه الرسميه خطوط السلطه والمسؤوليه في المنشاه قنوات إيه الاتصال المستخدمة هل هو اتصال مباشر غير مباشر رسمي غير رسمي هذه معوقات تتعلق بالتنظيم التقسيمات الداخلية داخل المنظمة اللي هي الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية هذا بداية يمكن أن نقول إيه ما هي المعوقات وما هي فعالية الاتصال لنتعمق في موضوع معوقات الاتصال إيه نناقش أهم هذه المعوقات أهم هذه المعوقات, أهم هذه المعوقات والتي تظهر فيما يلي اهم المعوقات التي تواجه عمليه الاتصال ملاحظين معنا انه اولها اللغه المستخدمه اللغه المستخدم كيف تكون اللغه المستخدمه معوق طبعا طبيعه اللغه المستخدمه ما بين المرسل والمستقبل يجب ان يكون ايش قابلا للفهم ارسل معلومات من مرسل الى مستقبل لا يفهمها هذا المستقبل ارسلها المرسل بلغه اخرى غير مفهومه اذا لم نحقق الغرض من عمليه الاتصال او يسبب ذلك فشل عمليه الاتصال فلا بد ان تكون اللغه المستخدمه والتي هي اساس التفاهم والتعبير في عمليه الاتصال ان تكون واضحه ان نستخدم كلمات واضحه لها معاني، تحقق هدف معين، تكون مختصرة، مختصر مفيد، تكون سهلة الصياغة، غير معقدة، يفهمها الطرف الآخر، وإذا الطرف الآخر لا يفهم اللغة الإنجليزية وأرسلنا إليه رسالة باللغة الإنجليزية هنا مشكلة، هو لن يفهمها إلا إذا قمنا بتفسيرها إلى لغة يفهمها هذا المرسل. فاللغة المستخدمة ضرورية جدا، أيضا ضرورية في استخدام كلمات معبره يجب ان نستخدم كلمات معبره كلمات واضحه غير معقده لان هناك فارق وظيفي واختلاف بين مستويات الناس بين طريقه الفهم والاستيعاب في بعض الناس تستوعب من النظره الاولى او من الوهله الاولى من مجرد ما مسك العنوان او البريد يفهم ما المقصود؟ ما هو المغزى؟ ما هو الهدف من عمليه الاتصال التي حدثت؟ هذا ما يتعلق باللغه المستخدم من المعوقات الاخرى الاساسيه والرئيسيه لكبر حجم المنظمه وتعدد المستويات الاداريه، طبعا كبر حجم المنظمه يعني هناك الحجم الكبير لبعض المنظمات وتعدد المستويات الاداريه، طبعا كبر الحجم يقابل صغر الحج فالمنظمات الكبيرة تكون في عملية الاتصال فيها متعددة وذات أشكال مختلفة لتعدد الفروع وانتشارها وتعدد المستويات الإدارية ذلك يؤثر في عملية الاتصال، طبعاً تعدد المستويات الإدارية ليس بمعنى تعدد المستويات هي المستويات الإدارية مع معلومة إدارة عليا وسطى وتنفيذية، لكن عملية الاتصال التي تحدث في المنظمات الكبيرة لا تكون مثل الاتصال الذي يحدث في المنظمات الصغيره، المنظمات الصغيره تكون عمليه الاتصال بها سلسه، سهله، بسيطه، لا يوجد تنوع لعمليات الاتصال. فعكس المنظمات الكبيره التي يوجد هناك مسافات بعيده بين المراكز والفروع وبين المركز الرئيسي لاتخاذ القرارات. طبعا مركز التنفيذ، طبعا هذا يؤثر سلبا في عمليه نقل المعلومات. غالبا ما تتعرض هذه المعلومات للتعديل او التحريف بسبب طول العمليه التي تجري فيها هذه الاتصالات. اذا الحجم الكبير يعتبر سلبي او معوق يجب اخذ الاحتياط في عمليه نقل المعلومات في المنظمات الكبيره. هناك الفروق الفرديه، ما معنى الفروق الفرديه؟ اختلاف الناس، اختلاف اتجاهاتهم. تقاليدهم، عاداتهم، طموحهم، تفكيرهم له اثر كبير في تفاوت الادراك والفهم ووزنهم للامور، في بعض الناس مجرد ما اعطيته فكره معينه، رساله معينه يفهمها على طول، في بعض الناس تحتاج الى قراءه تلك الافكار مره ومرتين وثلاثه حتى تصل المعلومه بالشكل الصحيح، اذا المعلومات هي هي لكن اختلاف طريقة التفكير والميول والادراك يختلف ما بين الناس، هناك فروق فردية، نحن نعلم ان هناك عادات مكتسبة، افكار مكتسبة إلى آخره، فهناك فروق بين الاشخاص، بين الافراد. هذا يعتبر معوق يجب ان نراعي تلك الأمور، الفروق الفردية يجب ان تراعي أو تراعى من قبل الرئيس. أيضا هناك معوقات نفسية، معوقات نفسية إيه نحن نعلم ان تدفق المعلومات ما بين الاداره العليا والوسطى والتنفيذيه او ما بين الرئيس والمرؤوس إيه يحددها درجه استعداد الرئيس لتقبل او رفض اراء وافكار مرؤوسيه، هناك بعض الافكار تطرح من قبل المرؤوسين الى الرئيس في اتصال إيه صاعد اداره تنفيذيه وسطى ثم عليا، احيانا إيه بعض المرؤوسين بعض المرؤوسين يبعثوا في امور لا يتقبلها الرئيس طبعا هذا يعتبر من المعوقات انه الاستخفاف والاستهزاء باراء المرؤوسين يؤثر سلبا لذلك على الرئيس إيه انه ايش يتقبل اراء وافكار المرؤوسين يشجعهم على ابداء الراي والاقتراح لان ذلك يساعد في عمليه تحقيق اهداف المنظمه فالرئيس يحقق اهدافه من خلال مرؤوسيه يجب ان يكون هناك عمليه الاداره بالاهداف نشعر المرؤوسين بانهم جزء من المنظمه وتحقيق اهداف المنظمه معناه هو تحقيق لاهدافهم. من المعوقات الاخرى اللي هي الافراط في عمليه الاتصال، ما هو الافراط؟ الافراط في الشيء هو الزياده، الزياده الغير المستحبه، اذا عمليه الافراط في الاتصال عن القدر المناسب يؤدي الى اعاقه عمليه الاتصال، هو اعاقه. عملية الاتصال الزائد غير جيد لأنه يشكل ذلك عبء على الطرف الثاني فقد يكون استيعابه محدود أو قدرته أو طاقته الاستيعابية محدودة لذلك الاعتدال في أي شيء جيد لذلك يجب أن نعتدل في عملية الاتصال واستخدام عملية الاتصال بطريقة مدروسة منظمة حيث يعطي ذلك أهمية لعملية الاتصال ويحقق الهدف من عمليه الاتصال في تلقي المعلومات في ارسال المعلومات في استقبال المعلومات فعمليه الاتصال يجب ان تكون عمليه معقوله ولا داعي للافراط في عمليه الاتصال